كل الطبقات. تشافي بمرر، هذه كرة للزعيم في الوسط الأول. عن طريق عمرون بتمريرة ساحرة من المفتاح، من المتعة، من الرائع جافي. هذه الكرة اللي يسجل من خلالها السد هدف المباراة الأول، هدف بيريح أعصاب كل السداويين، هدف بيريح كل العاشقين لهذا الكيان، لأنهم يدركون مدى صعوبة المهمة. عمرون بقدم اليمين يسجل ويعوض بكل. شافي لمسة للأمام، الله على التمريرة، حمرون، الله بتمريرة منه، بلمسة منه، من قدمه، هو المفتاح وهو كل السدويين في فرح في سعادة. الله على جافي، شوف عمرون يغطى يتألق في هذا المساء وفي هذه المباراة. يظهر عمرون، يظهر السد، يستعيد شخصية الفريق الكبير، شخصية المنافس. هذا هو الزعيم على مر تاريخه الطويل. في اليوم الصعب يظهر الفريق الصعب، في اليوم الصعب يظهر تسوى أكثر. الكرة للأمام، محاولة الآن تسديده، يعود الزعيم أكثر ترهجاً في ليلة الضباب. شافي يا جماعة، كل الأهداف الثلاثة كان فيها شافي سبب، كان فيها شافي سبب. حامد إسماعيل في طلقة وفي تسديدة قوية. أيام زمان تعود يا حامد، أيام زمان تعود يا حامد إسماعيل. تسديدة قوية جداً، الزعيم في هذه الليلة الشتوية الباردة الضبابية يعود متوهجا ويرعب للأمام. حمرون خذوا هذا، الله 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 الله، الذيب الذيب يغضب في هذه الليلة، يغضب في هذا المساء. الزعيم ثلاثة يصل للرابع، السد في ليلة، ويا لها من ليلة. الله يا الهيدوس، الله يا السد. الزعيم ينتفض في هذه الليلة، الزعيم ينتفض في هذه الليلة. السد يصل للهدف الرابع، يا سلام. ذكريات، الكرة عرضية عالية، والسدوية ردهم ما في مصر، السدوية ردهم ما في مصر. الله على الراس التي تسجل، علي أسد يسجل، حمرون من بدأ هذه الأمسية، من بدأ هذه الليلة، وعلي أسد وبقية الرفقاء والزملاء يواصلون في الشوط الثاني. هذه الكرة العرضية، وهذه هي الكرة التي كان من خلالها ممكن أن يصل نادي السد السادس، لكن يد جورج كواسي الذي يرى حكم المباراة بأن كرة مرت في مرمى الهيدوس. يتقدم الله منذ عودته وخوض لهذه المباراة الأولى مع السد، بعد عودة في تجربة مع نادي أوبي البلجيكي. الهدف السادس، نصف درزا من الأهداف.